طيب انا كنت عايز اشوف الكارت ده، بس انا كده اطمنت. بصوا بقى، الدلو اللي كان عنده حسد وكان عنده سحر وكان عنده حاجات من الشهر اللي فات، واضح ان في تعافي، في مجموعه كبيره ولا باس بها تعافت بالفعل. في هنا معافاه من عله او من مرض او من شيء كان تعبك، ممكن يكون كانت حالة نفسية، ممكن يكون كان سحر، ممكن يكون كان مرض عضوي، بس في تعافي وبنفوق وبنصحصح والدنيا بتبقى أحسن. أو ممكن يكون ليه تفسير تاني، إن الدلو بيطلق حكم نهائي على شيء. الكارت ده كنت عايزة أشوفه فعلا في إيه، والحمد لله طلع فيه فلوس من شخص كبير. شخص كبير ده ممكن يكون مدير في العمل بيكافئك يا دل، مكافأة مالية، ممكن يكون أب أو أم بيدوا لأولادهم، ممكن يكون ورث لو الأب والأم متوفيين، ممكن يكون زوج بيدي لزوجته. المهم إن في حد أعلى منك بيدي لك فلوس، زي ما أنتم شايفين كده الصورة شارحة نفسها، حد أعلى بيدي لك مبلغ مالي إن شاء الله. برضو أنا مصرة إن حالة الدلو هيجي له فلوس. هو مفيش تطور مادي، الحاله الماديه مش هتتحسن مش هتتطور، انما في فلوس جايه، في مبلغ مالي جاي وهيساعد اكيد اكيد. يعني الدلو اهو بقى، يعني الصوره باينه اهي. حيره برضو، الدلو على فكره من الابراج المذبذبه جدا، اتخاذ القرار ده من اصعب الاشياء في حياته، لانه مش شكاك. يعني هو ممكن نقول عليه شكاك، ما مش واثق في شيء، مش لا يمكن يدي ثقه كامله، فهو متردد جدا في قرار معين ومركز في شيء جدا وهامل شيء تاني وراه. شايفين هي بتعمل ايه؟ بتدلق ميه، بتشيلها من الميه، بترميها في الارض. اوكي ماشي، بتسقي الزرع، اتفقنا، بتعملي حاجه، بس في حاجه وراكي اهم انت مش واخده بالك منها او مش واخد بالك منها. ف نركز على الصورة الأكبر يا دل، ركز على الصورة الأكبر. الدلو ما شاء الله عنده علو شأن في العمل، الناس اللي بتشتغل عندهم ترقية، مش لازم تكون ترقية بالمعنى، أو حتى إنه حد بيقول لك برافو، أنت شغلك مية مية، أنت جاي ليك مستقبل. عارفين الكلمة دي؟ دي برايزل، حد هيقول لك برافو، وأنت هتكون فخور بنفسك وهتكون فخور بالعمل اللي أنت عملته، وناس بتهنيك كمان. ممكن توصل لحد الترقية، وممكن تبقى مجرد يعني اطراء بسيط. يعني الدلو عنده خناقة شغالة جامدة جدا، في خناقة، في حرب، في هنا حالة دفاع عن النفس، لا انا ما عملتش كده، لا في ظلم، حالة دفاع عن النفس شديدة، وهو متنشن وعنده شبه اتزانه بايظ، يعني هيبتدي يفقد اتزانه. الكارت ده نصيحته اثبت مكانك يا دل. وبرده دي بقى نصيحتي انا، مش نصيحه التارو، ما انت لازم تضيف برده لكروتك. لو انت شايف ان الموضوع لا يستدعي انك انت تدافع عن نفسك او تثبت العكس، كبر دماغك خالص. اللي عايز يفهم حاجه يفهمها، انت ماشي صح، انت بتعمل اللي عليك، خلاص مالكش دعوه، ولا تدافع عن نفسك ولا تبقى في حاله الانهيار اللي انت فيها دي. او انت في حاله منافسه شديده جدا، المنافسة شديدة، وانت بتبذل قصارى جهدك انك تثبت نفسك. لو هو ده الحال، اثبت مكانك وزق، push more، ان شاء الله هتوصل لحاجة. في خير جاي لك يا جدي يا دلو، خير جاي لك بسرعة، اما انت خير عملته في حد زمان ودلوقتي بترد لك، او حاجة انت اشتغلت عليها كتير وما اخدتش الفايدة بتاعتها، ان شاء الله هتجنيها دلوقتي. الدلو طبعا قائد معروف، والدلو برضو بيتحمس قوي للبدايات في اولها، اي مشروع جديد بيبتدي، اي حاجه جديده بيعملها بيبقى متحمس لها جدا ومديها كل طاقته وتركيزه، وهوب يفقد الاهتمام ويبتدي يزهق ويشوف حاجه تانية من غير ما يكملها. بليز كمل اللي انت بتبتديه طالما لقيت فيه نتيجه كويسه. في حاجه كمان، نصيحه تانية يا دلو، في شخص قريب منك جدا مش بيتمنى لك الخير وبينصحك نصايح مش مفيده ليك، هذا البورس اللي قاعد هنا، هذا الكائن الطفيلي الصغير ده، هو هتحس ان هو طفيلي، يعني باراشوت من الاخر، فاهم اللي هو ايه، بيستفيد منك بحاجات، ده مش بيتمنى لك خير، خلي بالك وركز معاه جدا.
ونصيحتي دايما للناس خلي اعدائك اقرب من صحابك. اداله صابر على حاجه، صابر على شيء، متحمل شيء. افتكر الاعباء اللي عنده دي حاله الدفاع عن النفس او حاله المنافسه اللي هو فيها دي مخليه مضغوط. عنده صبر، عنده صبر، صابر على حاجه، واللي هو اللهم طولك يا روح، ربنا يديني القوه، ربنا يديها لك ان شاء الله. وتاكد ان اللي بيصبر بينول، هتاخد شيء كويس اكيد في الاخر. في حاجه جديده خالص انت داخلها يا دلو، اما انه انت مسافر عندك سفر، او انت بتعمل كارير تاني خالص، او فتحت باب جديد من ضمن كاريرك، حاجه جديده، والحاجه دي مشوارها طويل يعني يكاد يكون ملامس للسفر. شد حيلك، انت داخل على حاجه فيها منافسه، الطريق ده هيكون فيه منافسه شديده. اثبت مكانك. كينج اوف سورس ده طبعا لازم يطلع على الدلو اهو، القائد، انه القائد، كينج اوف سورس. بس هو مش بس قائد، هو ذكي جدا، هو بيعرف يسدي النصائح، الناس بتثق في رايه لان عقله ما شاء الله. هو كمان زي الجدي في الحته دي، بياخدوا بالهم من حاجات الناس الطبيعيه ما بتاخدش بالهم منها. خلينا نكون فير، ده نوع من انواع الذكاء النادر الصراحه، اذكياء فعلا. ودايما الدلو لازم يكون هو السلطه، السلطه بتنبع من عنده، هو القائد. دي حاجه مش سهله يا دلو، لازم تستعملها كويس، ما تسيقش استعمالها بمعنى اصح. خليني الخص القرايه بسرعه. في معافاة يا دلو، زي ما قلت، الناس اللي كان عندهم سحر او حسد او حاله نفسيه سيئه او اي حاجه من تعب عضوي، ان شاء الله بيطيبوا وبيخفوا وبيبقوا احسن ان شاء الله. في فلوس جايه لك من شخص كبير. في هنا حيره من حاجه، وانت مركز في حاجه ومش واخد بالك من حاجه مهمه بتحصل وراك. خلي بالك في علو شأن وحاله يعني تحفيز، والناس مبسوطه بيك وفخوره بيك جدا. اصبر، الصبر مفتاح الفرج. اصبر على المنافسه اللي انت فيها دي، عندك منافسه شديده يا عيني، وانت واضح ان انت متوتر. حاول تستعيد التوازن بتاعك وتستعمل ذكائك المعتاد يا دلو، محدش يقدر يقف قدامه الصراحه. الدلو من اذكى الابراج، من اذكى الابراج فعلا. استعمله بدل التوتر، حط ده مكان ده. فاهمين قصدي؟ داخل على حاجه جديده يا دلو، حاجه انت ما كنتش متعود عليها وطريقها طويل. انت اضرب الحاجه دي. نخلي بالنا الوارنينج، هذا البورس شخص قريب منك وبيتغذى عليك، اوكي، وبينصحك نصايح مش كويسه، او على الاقل مش بيتمنى لك الخير. نخلي بالنا، وزي ما قلنا اعدائنا يكونوا اقرب من صحابنا، لازم تحط تحت عينك كده وتبقى فاهم وعارف ان هو مش بيتمنى لك الخير ومع ذلك موجود. ايه الجمال ده؟ برضو طلع له الامبراطور. مفيش فايده، مفيش فايده. الدل عزه نفس، يعني هو شايف نفسه شويه، في سن غرور، بس هو شخص يعتمد عليه وعنده كبرياء طبعا وعزه نفس زي ما احنا عارفين. ما ينفعش تدوس على طرف للدل، ما ينفعش. بس عنده ايه بقى؟ الصحه فيها تحسن، صحه كويسه، في حاله مرح، حاله امان، حاسس بامان. زي ما احنا شايفين كارت الشمس من اقوى الكروت، طاقته قويه جدا، طاقه الشمس يعني طالعه له، عنده طاقه حلوه جدا، عنده حاسس بامان، متحوط بسور، بيتصرف بعفويه، وفي لعب، وفي في حالة انبساط الحمد لله، وحالة نجاح طبعا، ده بيدل على الصحة وعلى النجاح. تمام. الناس بقى اللي عايزة ارتباط، من الدل four of wands اهو، four of wands ده احتفال، اجازة، خد اجازة اللي محتاج اجازة، او ممكن يكون ده زواج، احتفال بزواج، يعني في ناس هيتم زواجها ان شاء الله.
او الناس اللي تم زواجها وحاسه ان هي محتاجه اجازه، بليز روحوا اجازه، ده وقت مناسب جدا ان انتوا تاخدوا بريك وتاخدوا اجازه قبل يعني ما تبتدوا شغل جديد، ترجعوا للشغل الجديد يعني. صبر برضو، اداله هنا شكل المرحلتين، صابرين على حاجه، في حاجه عامله لهم عبء وصابرين عليها ومستنين، هم مستنين حاجه، يمكن تكون تطور مادي، ولو ده اللي انتم مستنينه ان شاء الله هيحصل في تطور مادي. ده king of one of pentacles، king of pentacles، تطور كويس جدا في الحاله الماديه وحاله اكتفاء، وكمان هتبتدي بيوصف انك شخص سخي وكريم، كمان هتدي حاجات لناس محتاجه يعني. برافو عليك يا دلو، حاجه كويسه جدا جدا. برضو دلو عنده حيره في قرارين، محتار ياخد قرارين، القرارين دول شبه بعض. اجابه الكارت ده تمشي ورا احساسك يا دلو، امشي ورا احساسك، الاحساسك هيقول لك عليه. وبرضو على فكره دلو عنده الموضوع ده، احساسه دايما بيكون صح. بعد ما تاخد القرار ده انت هتدخل في مرحله جديده، وهتكون يعني متطلع لها جدا جدا جدا، وهتسمع خبر حلو. في خبر حلو جاي لك يا دلو، انت كنت مستنيه بفارغ الصبر. ان شاء الله هتسمع الخبر الحلو ده. الموضوع ده ليه علاقه بجواز انا مش عارفه، او عوده حبيب قديم، او عوده صديق، او عوده حد انت قريب منك جدا، هيرجع يتواصل معاك تاني وهيقدم لك شيء، يمكن ده اللي انت كنت صابر عليه. برضو الامبراطور، الحاكم، انت اللي بتؤمر تطاع، بتحب يسمع كلامك في كل حاجه، وكمان انت اللي عليك عبء المسؤوليه، انت المسؤول الاول والاخير. سواء بقى حطوا الموضوع ده في اي حته، اخ كبير في وسط اخواته، زوج وبيته، يعني جد كبير، هو ده المسيطر وهو ده اللي بيتسمع كلامه، وهو كسب المكانه دي من خلال مسؤوليه اللي هو شالها. حاجه حلوه جدا يا دل، احتفالات، جوازات، شمس طالعه، صحه حلوه الحمد لله، صابر على شيء وهيجي لك حاجات حلوه قوي، خبر حلو، بدايه جديده حلوه جدا انت متطلع لها قوي، عوده حبيب قديم او صاحب قديم او قريب قديم يودك ويعني يبادلك شيء، حيره من موضوع ما، بس الحيره دي امشي ورا احساسك فيها يا دلو، ان شاء الله احساسك هيدلك على الاجابه الصحيحه. ادي المجموعه الثانيه لبرج الدلو، القراءه العامه، هنشوف دلوقتي كومنتس دقيقه كده برضو، ونشوف الحاله العاطفيه اخبارها ايه. القوس لسه ما قلناش القوس، افتكر لسه اعرف شيء واحد، هو امتى تجاوبي على كومنت حبيبتي؟ بجاوب على الكومنت بعد ما بخلص القراءه، ما ينفعش ازاي هقرا حاجه وارجع ابص على كومنت بالعقل يعني، اخلص القراءه وارد. ابعتي لي هنا دلوقتي واقرا لك. امان وفرح، ما فيش الكلام ده خالص حضرتك، ليه كده يا برنسس؟ بس ان شاء الله ربنا يبعت لك حاجات كويسه، تفائلي بس كده، تفائلي. وعليكم السلام اميره، اهلا. اخيرا يا ايناس، ايه ممكن برج الاسد ياكل لوبيا اللبن؟ اوكي عشان دي مسحه يعني، اوكي ماشي. الحوت موجود دائما في الصفحه حبيبتي، والجدي هنقوله قريب جدا يا ملاك. ايوه بالظبط كده يا هشام، هو ده احمد زكي، برافو عليك، ميرسي جدا لذوقك. اوكي ده منشن، ماليش دعوه بيه، اتكلموا زي ما انتوا عايزين مع بعض. حبيبه قلبي يا منى ازيك، الجدي حاضر قريب جدا. القوس انا زعلانه قوي، من غير ما تزعلي يا فرح، ان شاء الله هنقول قريب قوي قوي قوي، ولا تزعلي خالص. لا لا لا، مش بعرف ايه اللي هيحصل، حاجه احنا بنلعب هنا، احنا بنلعب
انت مين قالك ان انا عارفه حاجه؟ انا ما اعرفش حاجه خالص. طب بص، انا كنت سايباك تقول كل اللي انت عايزه وتنتقد زي ما انت عايز، انما تقول عليا كفره، خد انت بقى الذنب ده وتفضل طير من هنا. مش من حقك تقول عليا كفره خالص، انت دخلت جوايا عشان تعرف انا مين، ممكن اكون احسن منك 100 مره عند ربنا. باي، يلا نشوف الحالة العاطفية للمجموعة التانية. ميرسي يا إناس قوي، منتظر حبيبي، يا رب يرجع لك يا نورة يا رب. اوكي، قسمتهم ثلاثة علشان يعني تكون اقرب، يعني يكون عندنا معلومات اكتر، انما لو قلت البرج كله على بعضه في قرايه واحده مش هيبقى فيه تفاصيل كتير. دي فرحتيني ان شاء الله يا كاتوشا، باذن الله حبيبتي. ممكن اعرف لون شعرك ايه ونسبه رقمك ايه؟ طب نانو، انا معلش سوري يا اولاد، ده موضوع مش هيهمكم خالص. لون شعري الدرجه انا مش عارفاها يا حبيبتي، بس انا عارفه الاسم، اسمه صندري. يعني هتروحي للكوافير بتاعك وتقولي له عايزه اعمل صندري، بس هو من البنيات، يعني احنا بنيات. بشكرك يا عماد، بشكرك قوي. دكتور يوسف حاجات صح كتير عن برجي. اوكي ميرسي يا ديرة على المنشن وعلى الكلام الحلو ده. طيب اتأخرنا على القراية ونبتدي. دي القراءة العاطفية للمجموعة التانية، برج الدلو. احمد يا ترى اخترت القراءة الخاصة بتاعتك.